على غرار ما شهدته منطقة شاكر العاني، منطقة الخطيب في الشعلة تشهد أعمالا خدمية متواصلة تتضمن استحداث طريق يربط بين طريق صلاح الدين ومنطقة الغزالية، إضافة إلى تأهيل الشوارع الفرعية. باشرت كوادر شركة آشور التابعة إلى وزارة الإعمار والإسكان ضمن أعمال الجهد الخدمي والهندسي في منطقة الخطيب الزراعي. هذه المنطقة يسكنها بحدود 5000 نسمة، والمساحة الجغرافية مالتها بحدود 1,600,000 متر مربع. هذه المنطقة باشرنا بفتح شارع رئيسي بطول 2 كيلومتر معدل 12 متر لكل نمر، يتضمن العمل تصليح الشبكات الماء والمجاري وفك الاختناقات بها، إنشاء سواقي وأرصفة جانبية والباور كيربر، إضافة إلى أعمال الكهرباء أيضا. تنفيذ هذا الشارع من أعمال فرش الحصى الخابط إن شاء الله والإكساء، لكن حاليا احنا في مرحلة التهيئة للمشروع، يعني الآليات الموجودة حاليا للتهيئة للمشروع، تنظيف الموقع، إزالة التجاوزات، إزالة التعارضات من الطريق. توجيه مجلس الوزراء عندنا منطقتين الدوانم وشاكر العاني، ونضاف لها الخطيب أعمال تبليط وقشط ويعني وترتيب المناطق الزراعية اللي مأهولة بالسكان. جانب الرصافة من بغداد سيشهد شمول منطقتين جديدتين لفريق الجهد الخدمي تضاف للمناطق الست التي يجري العمل فيها. الآليات تقوم بسحب المياه المتبقية، وكذلك ايضا لدينا عمل ايضا في هذا الشارع اللي هو احد مشارع المشروع هذا يسمونه، لاقامه محطه مجاري على هذا الشارع لاستيعاب مياه الامطار. باشرت الهندسه العسكريه باعمالها في منطقه الحميديه اليوم العاشر على التوالي، ومباشرين بعملنا مباشره سادسه صباحا والسادسه مساء، ومباشرين بعملنا ان شاء الله مستمر لا إكمال طرق كافة الطرق الحميدية. وفيما يجري العمل بمناطق في الرصافة والكرخ وفي أطراف العاصمة، فإن بعض تلك المناطق على موعد للإكساء خلال الأسبوع المقبل. عباس نعم، العراقية الإخبارية، بغداد.